من التنظير من القانون الجديد للاستثمار والنصوص التطبيقية والتنظيمية إلى التطبيق، وهذا بتدشين هذا المعلم الهام في مجال دعم الاقتصاد الوطني ودعم المستثمرين، وهذا طبعا يدخل في تطبيق برنامج السيد رئيس الجمهورية كما قلنا سابقا. فالفعل الاستثماري في الحقيقة ليس فقط التنظير أو بوجود هياكل تقوم بمرافقة المستثمرين، ولكن عمليا يجب إعطاء الدفع القوي بمرافقة هؤلاء المستثمرين ميدانيا وحلحلة كل المشاكل وكل العراقيل التي قد تصادفهم في إنجاز مشاريعهم. فالمستثمر موجود لكي يخلق الثروة ويخلق مناصب الشغل، وبالتالي فهو عامل أساسي بالنسبة للاقتصاد وتنمية الاقتصاد الوطني.